الريباوند كمان لصالح فادي، الريباوند رقم 6 لفادي. مات فريجي سدد عن الارك بسجل مات فريجي نقطه ال 31 31 نقطة لمات فريجي باسيست من فادي الخطيب، يعني لاعب رائع جدا. اكيد كل الجمهور اللبناني رح يكون فرح جدا بوصول مات فريجي للمنتخب اللبناني بالاداء الكبير يلي عم يقدمه. وهون اكيد برافو يا علي، برافو يا فادي، يعني فادي عمل الضغط الدفاعي وعلي قطع الكرة، الخطيب برر له اياها لمات فريجي. رائعة رائعة هاللعبة، رائعة هاللعبة الدفاعية الهجومية. 33 نقطة لمات فادي الخط، بيقدر يسجل نقاط، صار هو بيقدر يكون كمان اللاعب يلي بيمول الفريق يلي بيقود الفريق، ومش دائما القائد بيكون هو المسجل، وهيدا الشيء كثير ايجابي اللي عم يعمله فادي الخطيب بهالمباراة. ريباوند دفاعي كان لصالح علي كنعان، علي محمود تحت الضغط الدفاعي. 33 نقطة 10 ريباوند لمات فريجي. تحت السلة مات وصلوا يلا الخطيب. ما بينجح بالمحاولة، ريباوند كوري. تسديدة ثلاثية ناجحة. الخطيب كمان. دايما الفريق 20. فادي. بيخترق بيعطي مات. لاعب اللبناني مات فريجي عم بسجل نقطة 36، أربعة تري بوينت والاسيست السابع لفادي الخطيب. 87-64. 36 نقطة لمات فريجي. تحت السلة حلو الاسيست، حلو الاسيست، ما فينا غير ما نقول حلو للاعب لي جونغ سوك اللي قدر مرر لزميله بشكل ممتاز. ست دقايق ونص لنهاية المباراة. عم نلعب بالكورتر الأخير بغياب جاكسون برومان. علي كنعان بخلي الطابة لصالح المنتخب اللبناني. فادي الخطيب بعد عنده 5 ثواني بمرر لمات، مات كمان بسدد عن الارك، مات فريجي بسجل عن الارك. الاسيست الثامن لفادي الخطيب، النقطة 39 لمات فريجي، هيدي خامس ثلاثية للاعب جامعة فاندرفيلت، اللاعب اللبناني مات فريجي. علي محمود بيعمل موف حلو كثير، علي محمود دعانة يا علي، دعانة دعانة. 90-66. حلوة كثير هاللعبة، لكن في بلوك شوت من علي كنعان، علي كنعان بيعمل بلوك شوت، مات فريجي بيمرر، فادي الخطيب دعانة يا فادي. تحت السلة الكوريين. تسديد الثلاثية، الريباوند لصالح علي محمود.29 ريباوند للبنان، 23 لكوريا، مفترض نكون نحن بشي 40 ريباوند لو ما ضيعنا عدة ديفنسيف ريباوند. فادي الخطيب عم يسدد كمان على الارك، ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لصالح علي اللي بوصل له اياها كمان لسميو علي كنعان، والخطيب بسجل، والخطيب بسجل نقطه ال 14. فادي عم ينزل على اللو بوست، بوصل له اياها لفرومان. حلو كثير هالاسيست يا خطيب، حلو كثير الاسيست من فادي الخطيب اللي عم يحاول يعمل 20 نقطة 7 ريباوند 3 اسيست لجاكسون، هيدي نقطه ال 21. 9 اسيست للخطيب. علي كنعان بيخطف الريباوند الهجومي والتمريرة ما بتوصل بالشكل المطلوب للاعب جاكسون فرومان. الكوريين الهجوم، ريباوند لفرومان بطلع الكرة بشكل سريع بتوصل لمازن منيمني، المنيمني بسجل واسيست جديد لفرومان، 4 نقاط لمازن، الفارق صار 29 نقطة، يعني هيدا أكبر فارق بتاريخ لقاءات لبنان وكوريا.
جين سو شوي جاد بيتار بسجل الأولى جين سو شوي وبسجل كمان تانية الفارق 27 جاد بيتار بسلم الخطيب العقل جاكسون برومان على اللو بوست إلي ستيفان بسدد عن الارك دعانا يا إلي تسديدته لإلي ستيفان ما بتصيب السلة بشكل ناجح المحاولة الكورية عم بتضيع وريباوند لجاكسون برومان ستيفان بسلم رودريك عقل مقطوعة من الفريق الكوري بعد قديه ببرموا قديه بكبوا فاسات لبعض وسلة ثلاثية ناجحة لليك يوسف رمية حرة إضافية ما بسجل منها اللاعب ليك يوسف دبل دبل كمان لجاكسون برومان بالنقاط وبالريباوند رودريك عقل مقطوعة اثنين تون اوفرز على المنتخب اللبناني والمنتخب الكوري بيستفيد ليقلص الفارق ل 22 على رأيي كنا قريبين نعمل فارق 30 نقطة برومان كمان مقطوعة وكمان تورن اوفر اللاعب الكوري بضيع المحاولة الاستعراضية تسديدة ثلاثية برومان بيرتكب الفاول الأولي بسجلها تشوي خرج تكتيكال فاول اللاعب برومان بعد ما اعترض عند الحكم للصافرة الأخيرة اللي سوفرها يعني أول رميتين كانوا للخطأ اللي حصل عليهم تشوي هلا للتكنيكال فاول 3 من 3 كمان عم بسجل والبوزيشن رح تكون كوريه يعني باخر دقيقتين نزلوا الفارق كثير الكوريين كان فرق 30 نقطة تقريبا نحن خليناهم اكيد ينزلوا الفارق جديدة لصالح كانغ اثنين اثنين لكانغ بهالمحاولة 95-79 ما بعرف شو صوفر الحكم طيب الصافرة الأخيرة على كل الأحوال المباراة بتكمل الثوانية الأخيرة دفاع ممتاز من الشباب علي كنعان على الريباوند فادي الخطيب في خطأ لصالح فادي لصالح المنتخب اللبناني رودريك عقل علي كنعان عم تمرق الكرة كثير ارتكبنا تورن اوفر في خمس دقائق قد كل اللي ارتكبناهم بالمباراه يمكن علي رجع بيعوض بالريباوند الدفاعي هذا الخطيب هادي بيعمل موف تحت السلة بتابع وبسجل نقطة 16-79 علي او هون عم نشوف إلي ستيفان كان عم يعمل اول رمية حرة بضيعها اللاعب الكوري
تمام بضيع الثاني الخطيب لتقطع الريباوند. يعني كثير قريب يعمل تربل دبل اذا ما عملها. 16 نقطة 8 ريباوند 9 اسيست ارقامه للخطيب. محاولة ما بتنجح. اخر ثانية بالمباراة تسديدة ثلاثية والمباراة مشاهدينا عم تنتهي بفوز منتخب لبنان على حساب المنتخب الكوري الجنوبي 97-79.